هذه من أغرب الأمور اللي مرت علي. كنت بعقد الناس، فجاين الولد الزوج وجايين واحد من عمومته وثلاثة من خواله، والشاب ذا تو داخل له يعني دورة عسكرية، فيبي عقد وبعدين يرتب شغله. ولي الزوجة عمه، هي أبوه متوفى ولا له أخوان، وعمه هو الولد. الشاهد من القصة على طاري الصديق الوفي، أنا قاعد نتأمل بالموجودين وأشوف واحد الشبه مو بتبعهم، شبه مو يعني واضح إنه لا ولد خاله ولا ولد عمه ولا بعيد. إيه قلت ذا من الجيران، بس إنه قاعد بينهم وبجنب يعني آخر ما بالمجلس. فيوم جينا نبي نعقد، طبعا قبل نظام التقني الآن، إيه بطاقات وش إيه، لا 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 إيه وصلنا للصداق يعني المهر. التفت على الولي قلت المهر واصل؟ قال والله احنا متفقين. قلت كم؟ قال 50. قلت واصل؟ قال والله اسأل الرجال. الولد الشاب التفت يعني يبي عمومته يتكلمون، يبي خواله. قال والله ان شاء الله اني انا متفقين مع ام الزوج، ان شاء الله اني شهر بس واحد وانا بعطيهم. طبعا ما تكلموا الموجودين. قال العم والله اسمحوا لي مدام ما أعطيتهم فلوس ما هنا عقد. دار الحديث، حاولت أني أتدخل، قفل العم وقال هذه أمانة البنت ولا. قال الشاب هذا ترانا متفقين مع، قلت للعم لو تكرمت خلى الزوجة تجي برا ونبي نسأله. قال لا لا يمكن، وهذا كلام يتم ولا يمكن عقد إلا بالمهر من هالكلام. المهم اني لحيت عليه وناداه ووقف. فكنت انا اكلمه من وراء الباب، قلت يا اختي الزوج ترى هذا ما قاله، هل بينكم اتفاق؟ طبعا الناظر عمه يناظر نظراته، لم النظرات اللي يوجه للاجابه. قالت هي اخر شيء كلمه امري عند عمي. رجعنا يوم جلسنا، الحقيقه ما يحسد عدوه علش يعني فعلا تدغمر، لكن معذور بذي. جاء دور الشاهد من القصة، أنا أشوف هالشاب ذا يما دخل يما طلع، يراسل يتصل ما استقر ولا تكلم ولا كلمة. مدريت يوم راح العمة الزوجة وجلس بجنبه قال له كلمتين وقال له طيب خلاص. رجعنا وجلس، تعشينا ورجعنا، قال الشاب هذا ترى المهر وصل. أنا والله ما يعني استغربت الوضع، لأنه قال العم تراه حول الفلوس لحساب الزوجة هذا. قلت شلون؟ أثر هذا الشاب زميله الخاص، سوى رسائل الربع كلهم، أي نعم، وكل واحد استفزعه بخمسة بستة بسبعة، وقال أبي فزع هالحين، وتفازعوا ودفعوا المهر عشان يتتم فرحته، لأنه هو يبي يدخل دورة عسكرية مو ب... ودبر أمور رفيقه مع أنه أقاربه موجودين. اللي قام جنب العم اللي هو رفيقه، رفيقه هالخاص يعني بعده مسكته، مو بنفس لا 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 المعرس، لا 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 المعرس استسلم خلاص يعني. هذا رتب وطلب من الولي يعطيه رقم حساب الزوجة وحول له الفلوس. يا سلام. وطلعت أنا معه ومسكت الحقيقة، يعني قلت والله أهنيك يعني إن كان هذا صاحبك ما تكلم وبدون يعني زحمة وبدون، استطاع أنه ينقذ الموقف. وفعلا هذا هو الصديق اللي يعني يتمسك به الواحد، الله المستعان.